بالروسي. سيادة العميد، ايضا نفس السؤال لحضرتك، ايه اللي حققناه في فتره ما بين 67 و73 وكان بيؤهلنا للنصر؟ اولا صمود الشعب المصري. انا الكلام ده يمكن هيبقى غريب عليك وعلى كثير من الشباب، هل تعلم ان الشعب المصري في الفتره من 67 ل 73 تعرض لازمات في الكبريت وفي السكر وفي السجاير وفي الشاي، كل احتياجات المجتمع، ولم يحدث تزمر؟ الصابون ما كناش بنلاقي صابون، وكان الكل بيتحمل لانه لا صوت يعلو على صوت المعركة. العلامات الفارقة استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رحمة الله عليه في مارس 69، وضرب مدرسة بحر البقر اللي اثبتت للعالم كله كيف هو العدو، الجانب اللي احنا كيف هو العدو الغادر. هو يريد انك تركع، بيضرب كل شيء، مستشفيات، مدارس، اطفال، حاولوا بشتى الطرق ولم يحاسبوا حتى هذا اليوم وفقا للمواثيق والقوانين الدولية على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. دي جرائم، ما زالوا يرتكبون جرائم في حق أشقائنا الفلسطينيين وكل الفلسطينيين المجازر اللي ارتكبت بحقه. ثم احنا زي ما السيادة اللواء قال، لا انا كنت في كتيبة مدفعية، المدافع اللي استخدمناها في 73 مصنوعة 1939، هي من مخلفات الحرب العالمية الثانية. ولكن المهندسين في الجيش المصري كيف تعامل ال- 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 الاستخدام القتالي وكفاءة الجندي المصري والضابط المصري، مش مهم السلاح، المهم مين اللي بيمسك هذا السلاح وكيف يديره. لكن حضرتك صحح لي لو كانت المعلومة اللي هقولها دي غير دقيقة، ما سمعناه ان كان الجيش المصري في الوقت ده واسلحة المهندسين في كل الاسلحة او يعني الجانب الخاص بالامور الفنية والهندسية كان بيقوم بعمليات تحديث قدر المستطاع واعادة توظيف لاسلحة امكانتها محدودة عشان يبقى مرضوض استخدامها اعلى بكثير. ده حدث، كان في تطوير والمصانع الحربية والسلاح أو المهندسين المصريين، الكلية الفنية، كل دي جهات بحثية كانت بتقوم بعمليات تطوير. وحتى الآن، حتى الآن أنت عندك أسلحة دخلت حرب 73 ما زالت موجودة وتم فاعلية جيدة وتم تطويرها. تغلبنا على كل ده بالتدريب، واحنا عندنا مقولة زي ما أساتذتي عارفين انه العرق في التدريب يوفر الدم في الحرب. انت تعد الفرد جيدا، يجيد استخدام معدته، بتقلل الخسائر. يا سيدي الفاضل، التقديرات الأولية لكل المدارس العسكرية في العالم ان خط بارليف يحتاج الى قنبلة نووية، أن خسائرنا في العبور ستصل إلى 67%، بمعنى أن الكتيبة اللي هتعبر هتوصل منها سرية وسريتين يدمروا. هل تعلم أن خسائرنا في العبور لم تتعدى مئات الأفراد، من 80,000 في ليلة بطول المواجهة؟ قدرت ب4%. يعني بعد التوقع كده فعليا 4%. التوقع كان 67%. هي كانت كده حسبتها كده رفلي، ان هو السريه توصل فصيله، الكتيبه توصل سريه، اللي هو يوصل كتيبه، يعني كل 130 يوصل التلت تقريبا من كل عدد. احنا عبرنا وكانت نسبه استكمالنا 130% في الأفراد عشان نعوض الخسائر استعدادا لأنك أنت. وده نفس الأمر حدث كمان في نجاحنا في ضربة الضربة الجوية وفي ضربة الطيران، الغطاء من الطيران المصري انت خسائر كانت أقل من الحسابات أو توقعات. تخيل 220 طيارة من كافة الأنواع في توقيت واحد بتعبر تحقق أهدافها وترجع،
وفي الوقت ده يبدأ تمهيد نيراني بأكثر من 2000 مدفع غير أسلحة الضرب المباشر. وتخيل المدفع بيضرب في الدقيقة حسب، لأنه الدانات أحيانا في دانة ما بتقدرش فرد يشيلها بتتشال بونش عشان المدفع الأعيرة الكبيرة. فالمعدل المتوسط المدفع بيضرب 4 دانات في الدقيقة، في الدقيقة الواحدة. ف 53 دقيقة 2000 مدفع غير أسلحة الضرب المباشر بيضربوا تمهيد نيراني يعتبر أكبر تمهيد نيراني في تاريخ الحروب الحديثة.